يعني بالمناسبة قبل ما الدكتور أشرف يبدأ المحاضرة بتاعته، يعني أنا فعلا من الناس اللي بستمتع بمحاضرتك فعلا، لأنك على العهد أنف وأذن أصيل بتتكلم في الفورتايجو والفينيفاس اللي هم الماست يعني بتوعنا. شكرا لحضرتك، شكرا شكرا. لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أشكر الدكتور فتحي عبد الباقي والدكتور ياسر شويل على دعوتي الكريمة لإلقاء محاضرة مهمة أوي اللي هي الـ Number Sustainability. Now we'll talk about pharmacotherapy of Number Sustainability. هو معلش هي التينيتس ديت في ناس بتنطقها تينيتس، الاثنين صح، تينيتس اور تينيتس الاثنين صح. يعني البيربوس بتاعنا في البرزنتيشن ديت بنتكلم فيه عن البيربوس والباك جراوندز اللي هو الديفينيشن والكلاسيفيكيشن، وبنتكلم على الباث فيسيولوجي اوف نمبل ستايل تينيتس في بريفرال اند سنترال كوزس لل نمبر ستايل تينيتس. بعد كده هنتكلم على الدياجنوستيك ابروتش والتريتمنت، هنتكلم فيها على الفارماكو ثيرابي موضوع المحاضره النهارده والنون فارماكولوجيكال ثيرابي. الايم اوف ذيس برزنتيشن تو ذا رول اوف فارماكو ثيرابي ان تريتمنت اوف بالستايل تينيتس. الباك جراوند الديفينيشن بيرسبشن اوف ساوند ان ابسنس اوف اكسترنال ستيمولس. دي الديفينيشن بسهوله يعني. البريفلنس بتاعه بيبقى الفيميل ايكوال الميل تقريبا، موست كومن يونيلاترال وغالبا بتبقى الليفت اكتر من الرايت، وماي بي بايلاترال. ان هاي بيرسنت اوف كيسز بيشنت هابيتيت تو تينيتس، يعني ممكن يكون عنده تينيتس ومش عامل له مشكله. ما تخلقلوش انت مشكله، هنقول ازاي دلوقتي. 5% of cases developed moderate mild to moderate disturbance، يعني 5% بس هم اللي بيحصل لهم ايه؟ شوية annoyance. 1 ل 2% دول بتبقى مشكلتهم chronic persistent bothersome tinnitus، غالبا ده هو اللي هيحتاج علاج، يعني غالبا ده اللي هيجي للعياده. لو بدنا نعرف ان التينيتس از سيمتوم نوت ا ديزيز، يبقى انت هتدور على هيدن ديزيز. في حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت هنا في المنطقه، احنا بدور على اتيولوجي عشان اعالج. في بعض الحاجات لو بدنا نعرفها في الفسيولوجي اوف هيرنج قبل ما نتكلم عن التينيتس. معلش، هي الفسيولوجي والباص فسيولوجي هنطول فيها شويه، لان ده لو فهمتها هعرف اخش لعندي ازاي. يعني في شويه فسيولوجي كده هنقولهم وشويه بس فسيولوجي هنطول فيهم سنه. هنراجع كده الاوديتري باس واي. الاوديتري باس واي بتبدا من الكوكليا، كوكليا نير، الكوكليا كوكليا نير، بيحصل ريليشن في الكوكليا نيوكلياي بوردر اند سنترال. ناخد بالنا من بوردر كوكليا نيوكليس لان لها اهميه قوي في التينيتا. بعد كده الكوكليا نيوكليس ايه؟ ماشي. الكوكلير نيوكليس، الكوكلير نيوكليس بتدي بايلاترال ريلي في السوبيريور اوليف، ومن السوبيريور اوليف بيحصل ريلي في الانفيرف كوليكولاس في الميد برين، وبعد كده الميد جيليكري بودي في الثالاموس، وبعد كده الموضوع بيوصل للاوديتري كورتكس والاوديتري اسوشيتد ارياس. دي اسمها اسندنج اير واي او اسندنج باس واي. اسندنج باس واي، في ديسندنج باس واي اللي هو لما بالصوت بيوصل للكوكرا نيوكليوس بيحصل افرنت سبلاي للايه؟ للاوتر هير سيل. دي اسمه ديسندنج باس واي، ودي انهبيتر باس واي للاوتر هير سيل. هنعرف لازمتها دلوقتي، لها اهميه كبرى جدا في موضوع التريتس، موضوع اللاود ساوندز، هنشرح الكلام ده بعدين. هنعرف كمان ان الكوكرا نيوكليوس دهيت بالذات الدورز الكوكرا نيوكليوس لها كونكشن مع نان اوديتري باس واي، يعني دي اسمها اسندنج اوديتري باس وايز، وفي ديسندنج اوديتري باس وايز. الاوديتري باس ويز ممكن يحصل ريليشن مع نان اوديتري باس ويز، هنقولها دلوقتي دي لها اهميه برضو في التينيتس اللي هنشرحها. الكونكشن بقى اللي احنا قلنا عليها، احنا قلنا لو اوديتري باس ويز اللي هي الكلاسيكال اوديتري باس ويز
باسوي بتبدا من الكوكليا والكوكلير نيرف وبعد كده الدورزال اند فينتر. احنا بنركز على الدورزال كوكلير نيوكليس اللي لها اهميه خاصه في التينيتس. النان اوديتري باسوي بقى اللي هي بتبدا من الهيد والنك، يعني بتبدا من الترايجيمينال سنسيشن والفيجا سنسيشن والجلوسوفارينجال سنسيشن والسي 2 اللي هي السيرفايكال، دول بيودوا سوماتو سنسوري سنسيشن للبرين للمظله، ومن المظله بيحصل كونكشن مع عزيز نيوكلياي للدورزال كوكلير نيوكليس. الكونكشن دي له اهميه خاصه ان بعض المشاكل اللي بتحصل في السوماتو سيستم اوف ذا هيد اند نيك ماي ستيموليت الدورزال كوكلير نيوكليس وماي اوجمنت الايه؟ التينيتس او كوز اوف تينيتس. النيورال كونكشن بتاع الدورزال احنا قدام اللي هو لو نرجع تاني لها كونكشن مع السوماتور سنسوري باس واي اللي هي الاوديتري باس واي، ولها كونكشن مع الاوديتري نيرف، والكونكشن مع الاوديتري نيرف ده بيبقى يا افرنت تايب 1 من الانر هير سيل يا تايب 2 افرنت من الاوتر هير سيل، يبقى لها ثلاثه كونكشن، اثنين من الاوديتري نيرف عن طريق الاوتر اند هير سيل، اوتر هير سيل تدي تايب 1 تايب 2 وانر هير سيل تدي تايب ايه 1 افرنت، وادي السوماتو سينس يبقى لها ثلاثه كونكشن مع هنشرحهم بقى بالتفصيل اهم. دورزال نيوكليوس فيها سيل كده اسمها فيوزيفورم سيل، لانها السيل النيوكليوس ديت فيها كذا سيل مترتبه سوبرفيشال وديب. السيلز دي تهمنا، السيلز ديت بيوصل لها ستيمولاتري افرنت اللي هو تايب 1 من الانر هير سيل، ويوصل لها اثنين انهبيتري، واحد من الافرنت اوتر هير سيل اللي هو تايب 2 افرنت فايبرز والسوماتو سينس، الاثنين دول انهبيتوري. اذا اتريستنج بوزيشن دورزال نيوكليوس از مينلي فور انهبيشن، لان الانهبيتور بس الانهبيتوري افرنت از مور كومن عن الايه؟ از بريدومينانت عن الاستيمولاتري بس. فبالتالي الكوكلر ديت الكوكلر الدورزال كوكلر نيوكليوس موستلي انهبيتوري ديورنج ليست. طيب الاورجن اوف كوتش لابد نشرحه، يعني ايه حاجه بسيطه كده ان فيه هيبين لنا حاجات في الباثوفيسيولوجي. هذا الاورجن اوف كوتش عباره عن الباسلر ممبرين الدكتوريال ممبرين، ما بينهم كده نيورال سيل نيورال ريسبتور سيل وسبورتنج سيل. النيورال سيل مترتبين لو ثلاثه روز كده اللي هو الاوتر هيد سيل ثلاثه روز، انما الانر هيد سيل بتبقى وان روز. فينهم الاورجن او الفانل كوتش؟ عاوزين نعرف برضو ان ده الافرنت ده طالع من هنا ده لو تايب 2 طالع من اوتر سيل، والافرنت ده لو تايب 1 طالع من انر سيل ده ستيمولاتري، انما ده انهبيشن انما ده انهبيشن. الاوتر سيل عباره عن سيل عاديه جدا فيها نيوكليس وميتوكوندريا وفي المنبرين ولها سيليا، في سيليا تاتشنج الفيكتوريال المنبرين اللي بتبقى ذا مور لونج سبان اسمها فايلوسيليوم والشورت او الشورت اسمها ستيلوسيليوم. كذلك الانر هير سيل بتبقى نفس الكلام كاينوسيليوم وستيلوسيليوم ونيوكليوس سيل عاديه جدا. اللي عاوز هنا في الاوتر هير سيل ان الاوتر هير سيل فيها كونتراكتايل بروتين ان سيل وول كول بريستين، يعني مع ذلك ان الاوتر هير سيل دي كونتراكتايل سيل زي المصل سيل بالظبط. دي تهمنا برضه هنعرف ليه برضه لها اهميه عندنا منها. ازاي بيحصل ثوره ترانسدكشن؟ وانس ان حصل بيندنج للسيليا الستيريو سيليا حصل لها بيندنج في ان دايركشن اوف كاينوسيليوم ديو تو تكتوريال ميمبرين فريكشنز، بيحصل ايه؟ بيحصل اوبننج للبوتاسيوم تشانل، ودي اول سيل في الجسم بيحصل لها ديبولاريزيشن بالبوتاسيوم. كل السيلز بيحصل لها ديبولاريزيشن بالصوديوم او الكالسيوم الا السيل دي الديبولاريزيشن بتاعها بالبوتاسيوم. ديبولاريزيشن ويف انسايد ذا انر هير سيل دي الاو الكالسيوم تشانل ان يحصل لها اوبننج ويحصل انفلكس اوف ذا كالسيوم انسايد ذا سيل تو ستيمولييت الجلوتاميت فيزيكال تو بي رابشر and
الاكشن بوتنشال ويل بي باس تو ذا افرنت باس واي ان اوديتري باس واي ان افرنت ان اوديتري نيرف. الريسبتورز اللي بتبقى موجود على الافرنت الافرنت فايبرز اوف ذا اوديتري نيرف بتاعه الجلوتاميت بتبقى اسمها نامدا ريسبتور. هنعرف دي ازاي بيحصل ساوند ترانسدكشن. دي حاجه اسمها نيوروفيسيولوجيكال موديل اوف ساوند. انا لقيتها في الليتريتشر نيوروفيسيولوجيكال موديل اوف تينيتس. فنحب الاول نشرح الفسيولوجي ازاي بيحصل النيوروفيسيولوجيكال موديل اوف ساوند، وبعد كده نقول الابنورمال اللي هو التينيتس. الاوديتري بريفلي هي الكوكليا بتديني الاوديتري نيرف، بيروح للانفيرو كوليكولس والسالاموس اللي بيعمل لهم ديتكشن للساوند. بعد كده الساوند بيطلع للبرايمري اوديتري سنتر. من البرايمري اوديتري سنتر دي بيعمل بيرسبشن للساوند اللي اتسمع. البرايمري اوديتري سنتر ده بي 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 كونفي ذس ساوند تو ذا اوديتري اسوشيشن اريا. بتعمل ايه بقى الاوديتري اسوشيشن اريا دي؟ ديت بتعمل ريكونيشن اند اندرستاندنج ذا مينينج اوف ذا ساوند. يعني بتفهمني الصوت اللي انا سامعه ده بيقول لي ايه؟ هات كوبايه، اسمك ايه؟ يعني بتترجم لي الكلام اللي انا سامعه، مطلوب ايه؟ وبعد كده لما بتفهم الكلام اللي المفروض واحد سامعه يعني بتبعت للبروكاس اريا. اما انا ارد انا سمعت يبقى لابد ارد، او تبعت للموتور اريا عشان تقول لي، بيقول لك هات كذا، فلان بيقول لك هات كذا، يبقى هتمد ايدك هتستخدم الموتور اريا. في نفس الوقت الاوديتري اريا دي بتبعت للليمبك سيستم عشان ايه؟ الليمبك سيستم دي عباره عن ثلاثه ارياز، الاميجداله والهيبوكامبس والبريفرانتال كورتكس. الاميجداله عشان تديني الايموشن باللي انا سامعه، اللي انا سامعه دي مزعلني ولا مفرحني. فلو هو مزعلني هيديني فيرو انكزايتي، ولو هو مفرحني خلاص فرحان. برضو الهيبوكامبس يديني المود من اللي انا سامعه، حاجه تزعل ولا تفرح. ويديني الميموري يخزن الكلام اللي انا سمعته. الهيبوكامبس مي ستيموليت الهيبوثالامس فيأثر لي على السليب والاوتونوميك نيرفس سيستم. هنقول امتى الكلام ده؟ يعني انا لو كلام يزعلني مثلا هيبقى الهيبوكامبس ستيموليت الهيبوثالامس، الهيبوثالامس هاي يستيموليت السيمباثيك سيستم، السيمباثيك سيستم ده هيزود الكاتيكولامينز في الجسم هيديني ايه؟ ساينز اوف انكزايتي. وفي نفس الوقت هيدسترب الايه؟ السليب، يديني انسومنيا. عشان كده موست كومن انك تلاقي مع التينيتس تلاقي ايموشنال بيهيفير، ايموشنال ديس اوردرز زي الفير وانكزايتي، ومع ممكن تلاقي معاه مود ديبريشن مثلا، ويبقى معاه ميموري ديستربنس ومعاه سليب ديستربنس لانه انوينج ساوند. ممكن البريفرنتال كورتكس ده مسؤول عن البيهيفير، يعني مثلا انا سمعت حاجه تزعلني ممكن ارد الشتيمه، دي بيهيفير، انا سمعت حاجه تزعلني دي رد. يبقى اذا الساوند الطبيعي بيحصل كده بالطريقه دي. نسمع بقى التينيتس بيمشي ازاي. التينيتس ايا كان الاوريجن بتاعه اوديتري في البريفري او في الانفيرو كوليكولاس او في الميدل جيكل بودي، فاول مره بسمعه بيعدي على البرايمري اوديتري كورتكس. البرايمري اوديتري كورتكس بيعمل له هابيتويشن لان الصوت مش مفهوم. لما بيودي الصوت ده للاوديتري اسوشيشن اريا اللي هو التينيتس بيقول له الكلام ده مش مفهوم، حاجه مش مفهومه، صوت مش مفهوم. فبالتالي ايه اللي بيحصل بقى؟ البرايمري اوديتري سنتر بيعمل هابيتويشن ذا ساوند، ما عادش يعدي في المنطقه دي تاني. امال ايه بقى لو كونتينويشن للتينيتس يعدي ازاي؟ لو هو بدا مثلا في الاوديتري بريفري التينيتس ده بيمشي عن طريق الاوديتري سب كونشس، يعني عن طريق الثالاموس، ومنه على الايه؟ على الليمبك سيستم على طول. يبقى عمل باي باس الاوديتري البرايمري اوديتري كورتكس. ليه؟ لانه عمل له هابيتويشن. فبالتالي التينيتس بيحصل له باي باس البرايمري اوديتري سنتر، وبعد كده ينزل على الليمبك سيستم. لما بينزل على الليمبك سيستم دي امبليزنت ساوند، انوينج ساوند. فبالتالي لو هو عمل استيميليشن للامجداله هيدي لي ايموشن ديس اوردرز، لو عمل لي استيميليشن للهيبوكامبس هيديني مود اند ميموري ديس اوردرز. دي كلها اسوشيشن مع التينيتس.
وممكن يستيموليت الهايبوثالاموس ويطلع لي سليب ديستربنس انسومنيا، او يديني اوفر ستيميوليشن سنترال نيرفس سيستم ويديني الايه المانيفستيشن اوف ستريس اوف ايه انكزايتي. اذا وصل البريفرنتال اريا هيديني بيهيفير تشينجز، يعني ممكن تلاقي العيان التينيتس اجريسيف بيهيفير، ممكن اجريسيف بيهيفير. دي اسمها النيوروفيسيولوجيكال، النيوروفيسيولوجيكال موديل اوف تينيتس، يعني النورمال ساوند بيحصل ازاي والابنورمال ساوند اللي هو التينيتس بيحصل له ترافلنج ازاي. دي ازاي بيحصل ساوند ترانسدكشن واحنا شرحناها. الكلاسيفيكيشن اوف تينيتس بالستايل اون نون بالستايل. معلش هو المفروض احط البالستاين الاول، بس انا عشان المحاضره النهارده غير بالستايل بدات بيه، لان البالستايل از ريد فلاج، علامه خطر، فالمفروض انا احطه في الاول. هي كلاسيفيكيشن المفروض ان هي تكمل، بس انا ايه هنكملها في الابروتش بتاع العيان. الباثوفيسيولوجي دي مهمه جدا، ان انا اعرف ازاي اعالج العيان، ان انا اعرف ازاي الباثوفيسيولوجي بتاع التينيتس. الباثوفيسيولوجي يا اما في بعض التشينجز بتحصل في البريفري في منطقه الكوكليا، او في بعض التشينجز بتحصل في منطقه السنتر اللي هي من اول الدورزا الكوكليا نيوكليوس انفيرو كوليكولاس ميدل جوليكولات بودي سنتر فوق. دي اسمها سنترال ديس اوردرز ليد تو تينيتس. اول ثيوري البريفرال اسمها ديسكوردانت ثيوري. ايه الديسكوردانت ثيوري دي؟ الديسكوردانت ثيوري دي بتقول ان لو في دامج للاوتر هير سيل اونلي ذس ليد تو ستيميوليشن اوف انر هير سيل، بالتالي دي يديني تينيتس وزود هيرنج لوس. ليه بقى؟ لان الهير سيل هنا هيلسي، فبالتالي ما فيش هيرنج لوس، بس في تينيتس. التينيتس ايه سببه بقى؟ ما دام دامج اوتر هير سيل ستيموليتر انر سيل تينيتس، يبقى انت ممكن تشوف عين تينيتس وزود هيرنج لوس. نفسرها، تفسير الديسكوردنت ثيوري. لو انا عندي اوتر هير سيل دامج اونلي، بتقول ان السيليا دي الاوتر هير سيل دي كارز ذا تكتوريال ميمبرين اواي فروم ذا انر هير سيل. الاوتر هير سيل كارز ذا تكتوريال ميمبرين اواي فروم ذا اوتر هير سيل ذا انر هير سيل. وانس حصل دامج للاوتر هير سيل بالذات السيليا، يحصل دروبنج للتكتوريال ميمبرين، بالتالي يحصل تاتشنج ما بتوين السيليا اوف انر هير سيل اند التكتوريال ميمبرين. التاتشنج ده بيعمل بيندنج للسيليا ويحصل ساوند ترانسدكشن زي ما احنا شرحناه. دي بيفسر ازاي لما بيبقى في اوتر هير سيل دامج اونلي بيحصل تينيتس. ليه؟ لان بيحصل اوفر ستيميوليشن اوف ذا انر هير سيل. ليه برضه بيحصل اوفر ستيميوليشن اوف انر هير سيل؟ لان بتبقى حصل تاتشنج ما بين التكتوريال ميمبرين والايه؟ والانر هير سيل. طب لو عندي الاثنين حصل فيهم دامج، يعني نويز في الاول بيأثر على الاوتر هير سيل، واحد ار نويز اكسبوجر في الاوتر بيأثر على الاوتر هير سيل، يفسر لي ازاي بيحصل تينيتس. وذ فارثر اكسبوجر للنويز بيحصل دامج تو اوتر هير سيل اند انر هير سيل. امال بيحصل استيميليشن ازاي؟ ديستراكشن اوف انر هير سيل ليد تو ان الفيزيكال اوف ذا جلوتاميت كان ريليس الجلوتاميت اند ستيميوليت الاوديتري نيرف. وذ فارثر اكسبوجر تبدا يحصل اكزوهشن للجلوتاميت ينتهي. امال الاستيميليشن هيجي ازاي؟ يجي من الدورزا الكوكري نيوكليس. بقى هنا نقلنا لمرحله اسمها نيورو بلاستيستي هنشرحها. اذا لما بيحصل دامج للاوتر هير سيل والانر هير سيل، في الاول بيبقى في اوفر ستيميليشن بالانر هير سيل. ليه؟ لان الدستراكشن للانر هير سيل بيريليس الجلوتاميت، والجلوتاميت اكزيتاتوري ترانسميتر استيميوليت الاوديتوري نيرف ويطلع ساوند وزود اكسترنال ساوند.
انما ويز فرزر اكسبوجر للنويز مثلا هيحصل ديستراكشن للاوتر والانر هير سيل ويز اكزوشن اوف جلوتامين. اما الاثنين تصحيح ازاي بقى؟ هنعرف بعد كده ان بيحصل سبونتينيوس فايرنج للدورز الكوكلير نيوكليوس، بتبقى هي مصدر الايه؟ التينيتس. يبقى الدامج اوتر هير سيل ستيميوليشن للانر هير سيل، وعرفنا ليه بيديني تينيتس وزود هيرنج لوس. لو في دامج للاوتر هير سيل والانر هير سيل، دي بيحصل سبونتينيوس سنترال فايرنج للدورز الكوكلير نيوكليوس خاصه، ودي بقى في الحاله دي بيبقى معاها تينيتس وزود هيرنج لوس. عشان كده في بعض عيانين النويز انديوز او بعض عيانين دراج تشيستي بيجي لك الاول بتينيتس، تعمل له اوديوجرام تلاقي نورمال هيرنج، لو عدت له الاوديوجرام ثاني هيظهر بعد كده الايه؟ الهيرنج لوس. ليه؟ لان حصل حاجه اسمها سبونتينيوس سنترال فايرنج. هل هنشرح دلوقتي؟ في بعض الاحيان بيفسروا التينيتس اللي هو الكوكلر بالذات ان في بعض الناس حوالي 30% بيبقى عندهم سبونتينيوس اوتو اكوستيك ايميشن. السبونتينيوس اوتو اكوستيك ايميشن دي مصدرها الاوتر هير سيل. الاوتر هير سيل دي نورمال، دي نورمال ممكن اسمعها، دي نورمال ساوند. السنترال كوزس او السنترال باثو فيسيولوجي اوف تينيتس، ان بيحصل دامج للاوتر هير سيل والانر هير سيل، بيحصل ديس انهبيشن اوف دورزر كوكلير نيوكليوس، لان انت عارفين ان الدورزر كوكلير نيوكليوس لها كونكشن مع الاوتر هير سيل والانر هير سيل. لما بيحصل دامج للاوتر هير سيل والانر هير سيل، بيحصل ديس انهبيشن للانر هير سيل للدورزر كوكلير نيوكليوس، بالتالي تبقى هي مصدر الايه؟ التينيتس. في الكروس توك ثيوري اللي هي الكومبريشن، كومبريشن اوف ديتري نيرف مي كوز تينيتس. ازاي؟ ان الكومبريشن البرلونج الكومبريشن بيعمل ديمايلينيشن للنيرف فايبر انسايد ذا اوديتري نيرف، فبيحصل كروس ارتفيشال سينابسز بتوين الفايبرز، وبيحصل سنكرونايزيشن اند سبونتينيوس فايرنج اوف اكشن بوتنشال، وبالتالي تديني تينيتس. ازاي ابروتش بيشنت اوف تينيتس نمبر ستايل تينيتس؟ الاول باخد منه الهيستوري والاكزامينيشن الايديولوجي. في الهيستوري اركز على ايه بقى؟ على الكاركتر والديوريشن، مهمين جدا. الكاركتر هتعرف منه هو بلسطايل ولا لا، دي مهمه جدا. ازاي؟ بيقول لك هو ماشي مع البلس او كونتينوس، مش بلسطايل. يبقى لو قال لي هو بلسطايل او نون بلسطايل همشي بالطريقه دي. الديوريشن برضه بيقول لي دي اكيوت تينيتس ولا كرونيك تينيتس. لو هو اكتر من 6 شهور غالبا دي كرونيك تينيتس، وغالبا دي محتاج علاج. الاكيوت تينيتس ده له سبيشال فارماكو سيرفي هنقولها دلوقتي. يبقى انا في الاول الاكزامينيشن بقى الاوتوسكوبي والهيد اند نيك اكزامينيشن والاسكالتيش عشان اعرف هو بلسطار ولا لا. الهيد والنيك اكزامينيشن عشان اعرف في سوماتي سنسوري ديس اوردرز ولا لا، لان احنا عارف السوماتي سنسوري ديس اوردرز بتديني تينيتس. الايديولوجي بعمل البيزك والادفانسد، البيزك والادفانسد، وبنعمل تينيتس ايفالويشن دي عشان استفيد منه في الماسكر بعد كده في التريتمنت. يبقى من الهيستوري والاكزامينيشن والايديولوجي او الايديولوجيكال انفستيجيشن بعرف هو نون بلستايل ولا بلستايل. اذا كان بلستايل هل هو فينس ولا ارتيريال، دي بعرفه بالايه؟ بالنيك كومبريشن. لو هو اختفى مع النيك كومبريشن او جيجولار كومبريشن اذا دي فينس، لو ما اختفاش يبقى دي ارتيريال ايه؟ ارتيريال باثولوجي. عندنا هنا بقى تيومرز، الجلوماس تيومر والكاروتيد انوماليز والاي في مار فورميشن الديورال بالذات والديهيسنت كاروتيد. هنا البناين انكريز انتراكريال تنشن والسجمويد ساينس انوماليز والجوجلر ايه بالب انوماليز. لو هو نون بلستايل شوف فيه ريد فلاجز ولا لا، لان الريد فلاجز ديت عايزه رابيد اكزامينيشن اند رابيد انفستيجيشن ورابيد تريتمنت. الريد فلاجز عند السادن سنسوري، لو هو تينيتس ومعاه سادن سنسوري نيورال تينيتس يونيلاترال تينيتس عشان الكومبريشن، او معاه نيورولوجيكال اذر نيورولوجيكال مانيفستيشن، او معاه سيمتريكال هيرنج لوس، او معاه فيرتيجو. لو معاه فيرتيجو دي ريد فلاكس، دول لابد تدور على الايتيولوجي وتعالج بسرعه.
انما لو هو معهوش ريد فلاجز، معهوش الجماعه دول، شوفوا هو كونستانت ولا باروكسيزمال، يعني بيجي في اتاكس ولا لا. اللي بيجي في اتاكس عندنا الميجرين اشهرهم، يعني التينيتس تيجي في اتاكس، او المينير ستيج 1 اللي هو بيبقى الفور كريتيريا اوف مينير، بتيجي ايه انترميتنت وان بتوين اتاك، العيان از نورمال. المايكروفاسكر كومبريشن، المايكروفاسكر كومبريشن ديت بتدي باروكسيزمال تينيتس، السوبيرو سيمسيركال كانال ديهيسنس، الابيليبس، كل الجماعه دول بيديني ايه باروكسيزمال تينيتس. المايكلونس والاوتو اكوستيك ايميشن دول اوبجيكتيف وفي نفس الوقت باروكسيزمال. المايكلونس اوف ميدل اير ماسلز اند بلاتال ماسل، لو هو كونستانت شوف معاه هيرنج لوس ولا معهوش هيرنج لوس. لو معاه هيرنج لوس شوفه كوندكتيف ولا سنسوري. اذا كان كوندكتيف يبقى هتدور في الاكسترنال كانال والايه والميدل اير. اذا كان معاه سنسوري نيورال، اول سبب واشهر سبب الايج ريليتد بيسبيكيوزس، بعده النويز انديوزد والدراج انديوزد، دول اشهر سببين للايه للسنسوري نيورال هيرنج لوس ويز هيرنج للكونستانت تينيتس نمبر ستار تينيتس ويز هيرنج لوس. بعد كده تيجي الانفلاماتوري اللابرنسايتس الاوديتوري او البريفرال او الاوديتوري نيوروباسي، المينير ستيج 2 و 3 دول بيبقى بريزيستنت سيمتوم، يعني العيان ان بتوين اتاكس بيشتكي ستيج 2 و 3 مينير وزود هيرنج لوس. احنا عندنا في يعني عيان كونستانت نمبر ستايل تينيتس وزود هيرنج لوس، انا هدور على ايه؟ هدور على التي ام جي تمبر مانديبولار جاينتس والنك والهيد والنك ديس اوردر سوماتيك ديس اوردرز، ادور على السايكولوجي لو عنده انكزايتي ديس اوردر او ديبريشن ديس اوردر دي يعمل لي تينيتس. لو انا عندي ميتابوليك هايبر تنشن هايبر ليبيدينيا هايبر دي، كل الحاجات دي تعمل لي كونستانت نمبر ستايل وزود هيرنج لوس. طيب انا لو ما لقيتش ايتيولوجي، عملت الابروتش ده وما لقيتش ايتيولوجي، او انا لقيته ما اعرفش اعالجه، غالبا بعد 6 شهور غالبا العيان ده هيحتاج تريتمنت. يبقى اذا العيان تدور على حاجتين بقى، لو العيان ما انتش لاقي ايتيولوجي او انت لقيت الايتيولوجي ومش عارف ما فيش يعني علاجه ريزولفت، هنا بتشوف العيان بيشتكي من ايه، هل هو عشان الساوند عالي بس ولا هو بيشتكي بسايكولوجيكال بروبلم ريليتد للتينيتس، يعني عنده انكزايتي عنده ديبريشن عنده انسومنيا ريليتد للتينيتس. لو هو بيشتكي ان هو التينيتس بس مجرد اينوينانس له وزود سايكولوجيكال، هتديه فارماكو ثيرابي زائد الكتريكال ستيميوليشن. لو العيان ده معاه سايكولوجيكال بروبلمز انكزايتي ديس اوردرز اللي هنقولهم دلوقتي ومعاه ديبريشن او انسومنيا، يبقى معاك فارماكو ثيرابي ومعاك السايكو ثيرابي اللي هي السي بي تي كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او تي ار تي تينيتس ريتريننج ثيرابي، وممكن نضيف معاهم الساوند ثيرابي لو معاه هيرنج لوس. المانجمنت الارشوره دي سترونج ريكومنديشن وكلينيكال جايد لاينز بتقول دي حاجه مهمه جدا في العلاج العين اللان بسيطه التنس. بتقول له ايه؟ قل ولا تقل، قل ولا تقل. لابد تقول للعيان ان مش التينيتس هيودي السبع بتاعه، لان العيان بيبقى عنده هاجس ان التينيتس ويل جو او ويل ديكريز الهيرنج، وانه ما عندوش تيومر، لان العيان بيبقى جاي في دماغه ان في دماغه تيومر. دي لابد تعمل رياشورنس العيان في الحته دي. ولا تقل المشهوره بقى ان العلاج ان التينيتس ملهوش علاج، ادابت عيش بيه. ده بيدخل العيان في سايكولوجيكال بروبلمز اللي هي بتيجي بعد كده تزود التينيتس اكتر. الفارماكوثيرابي لموضوع المحاضره، ريكومند اور نوت، هو الجايد لاينز بتقول ما فيش يعني نو ريكومنديشن للفارماكوثيرابي، ولكن قالوا تدي تريتمنت في الحالات الاتيه. ان العيان ما انتش لاقي ايتيولوجي، او انت لقيت ايتيولوجي وما عرفتش تعالجه بس معاه سايكولوجيكال بروبلمز، معاه سايكولوجيكال بروبلمز او بيرزيستنت باذرسوم، يعني عامل انويدنس العيان، يبقى تينيتس ويز انون كوز او ان سكسسفولي تريتد، عمل انوينانس عامل انوينانس للعيان ومعاه ساد ديس اوردرز. ساد ديس اوردرز دول اللي هم الانكزايتي والديبريشن والانسومنيا والسوسايدال اتاكس، دي اسمهم ساد ديس اوردرز. في الماد ديس اوردرز اللي هو السايكوزس سكيزوفرينيا، مش موضوعنا. انا جاي العيان في اكيوت ستيج ودورت على ايتيولوجي ما لقيتش، التريتمنت بتاعها هتبقى كالاتي.
هل ادي تريتمنت؟ الجايد لاينز بتقول ما تديش تريتمنت، ولكن ممكن ان انا ابدا بالنيو نوتروبكس. النوتروبكس دول اللي هم البرسيتام والانالوج للجابا والانتي اوكسيدنت اللي هي الجينكو. الانتي اوكسيدنت دي الجينكو يو هاف 5 مينتس ماكسيمم. ده خدت في الاول لا لا لا، ما يعني بص سمرايز از يو كان. ماشي خلاص. احنا ممكن ادي لوكال انستيزيا انترا تيمبانيك زي الليدوكاين، او ممكن ادي انترافينس بس دي خطر. لو انا لقيت استجابه بالليدوكاين انترا تمبانيك او لقيته انترا فينس، لقيت فيه استجابه، اكمل بايه؟ بانتي كونفالس. ليه بقى؟ لان لو عارف ان الليدوكاين صوديوم تشانل بلوكر، مين في المجموعات التانيه تصل لها صوديوم تشانل بلوكر زيه؟ الانتي كونفالس. لان مش معقول اكمل بالليدوكاين فور ايفر، فلا بد اكمل بحاجه ايه؟ اورال، لان نفس الميكانيزم في اكشن. الانتي اوكس اللي عندنا جينكو، في تاني انتي اوكسيدنت، في تاني اللو دوز اسبرين ممكن، وفي الميلاتونين، دي كلها انتي اوكسيدنت، لان هي دي بتعمل انهيبيشن للاكسجين راديكلز اللي هي بتعمل دامج للهير سيلز. الكرونيك بقى دي اللي عاده بنشوف في عياداتنا، اللي هو بيقعد 6 شهور بيعمل لف كتير، وجالك انت في الكرونيك بعد 6 شهور. هنا مجموعه البنزودايزيبين بتيجي في الاول، ومجموعه الانتي كونفالسنت، ومجموعه الانتي ديبريسنت، ومجموعه الاثرز. المجموعه البنزودايزيبين والانتي ديبريسنت، لو انت عندك كرونيك تينيتس ويز ساد ديس اوردرز، هتوصف المجموعتين دول اللي هو الانكزايتي معاها انكزايتي ديس اوردرز او ديبريشن ديس اوردرز. فكره المجموعتين دول ان هو بتقلل الساد ديس اوردرز، وفي نفس الوقت بتقلل انتنسيتي اوف تينيتس. مجموعه الانتي كونفالسنت دي بتعمل ديمينش للتينيتس اف انديكيتد، هنقول ليه ازاي دلوقتي. يعني مثلا لو خدنا ان ده بوست سينابتيك نيورون، دي بري سينابتيك نيورونز. البري سينابتيك نيورونز دول، البري سينابتيك دي اكزيتاتور، يعني بمعنى النيورو ترانسميتر اللي فيها ايه؟ جلوتامين. ودي انهبيتور، يعني النيورو ترانسميتر اللي فيها جابا. عشان يحصل ستيميوليشن واكزيتيشن لذيس نيورون يحصل الاتي، لابد ده يبقى اكزيتيشن وده ديكريز الانهبيشن. يبقى عشان يحصل ستيميوليشن للسيلز دي، لو خدنا دورز الكوك نيوكليس مثلا وخدنا فيها الكروس سيكشن ده، عشان يحصل اكزيتيشن للبوست نيورون دي او بوست سينابتيك نيورون دي، لابد يحصل اوفر ستيميوليشن للجلوتاميت وديكريز الانهبيشن اوف ذا جابا. انا اعمل بقى العكس، انا اقلل الاكزيتيشن بتاع الجلوتاميت وازود الانهبيشن بتاع الجابا، بحيث ان السيلز دي او البص سينابتيك نيورون دي يحصل لها انهبيشن، فما بيحصلش ترانسميشن للساوند اللي هو التينيتس. انا اقلل ازاي بقى الجلوتاميت ريليس؟ انا عندي صوديوم تشانلز دي ممكن تقلل ريليس، وكالسيوم تشانل ممكن تقلل ريليس. يبقى انا ممكن اشتغل المجموعتين دول، المجموعه اللي بتشتغل على الصوديوم تشانل اللي هم الانتي كونفالسنت، ومجموعه بتشتغل على الكالسيوم تشانل بلوكر. لو انا بقى هشتغل على الجابا، انا عاوز ازود الجابا، اعمل ازود الاستيميشن في الجابا لانها انهبيتور ريسبتور، ان انا اشتغل على حاجات تزود الجابا. مين هم؟ مين البنزودازيبين، او حاجه تعمل الري تمنع الري ابتيك اوف ذا جابا. هنعرف المجموعه اللي بتعمل ري ابتيك اوف ذا جابا دي. اذا الجابا بوتنشيتورز هنا البنزودازيبين، انما المنطقه دي بيتكلم فيها الانتي كونفالسنت اللي بتشتغل على الصوديوم تشانل بلوكر والكالسيوم تشانل بلوكر. ادي المجموعات اللي بيشتغل على الصوديوم تشانل بلوكر، لو انتي كونفالسنت الكربامازيبين واللاموتريجين والفينايتوين والتوبراميت والفاربريك اسيدز والسكسامايد. اللي بيشتغل على الكالسيوم تشانل بلوكر برضه اللاموتريجين والتوبراميت، الجابابنتين والبريجابلين، دول كلهم بيشتغل على الكالسيوم تشانل بلوكر بانه بيمنعوا انهيبت الريليس اوف جلوتاميت اللي هو بيستيميليت البوست سينابتي. اذا كنت انا عايز جابا بوتنشيتور، عندنا البنزودازبين الباربيتوريس نوت يوز عشان السايد افكت بتاعتها. البنزودازيبين عندنا مجموعتين، البنزودازيبين الميكانيزم اوف اكشن قلناها خلاص،
ان البنزازيبين بتمسك في ريسبتور على الجابا، فبتنشيت الاكشن في الجابا ان كلورايد انفلكس هايبر بولاريزيشن، فبالتالي تقلل الترانسميشن. دي الميكانيزم في اكشن. التايدز لونج وانترميديت واكتنج، اللي بيستخدموا الانترميديت بالذات الالبرازولام، ده اشهر واحد بيستخدم هنا. الشورت اكتنج دول ما بيستخدموش ولا اللونج اكتنج، عشان حاجه اسمها له هانج اوفر. طيب اليوزس انسومنيا، اول تايبس اوف انسومنيا، يعني عيان جالك بتينيتس مشكلته كلها ما بيعرفش ينام، وغالبا بتبقى الانسومنيا اونست انسومنيا، يعني هو ما بيعرفش يخش في النوم، هو بيقول لك ما دام دخلت في النوم بعرف انام، انما مشكلته هو بيدخل في النوم، دي اسمها اونست انسومنيا. اذا انت في الاونست ده عايز شورت حاجه دراج اوف شورت ديوريشن، يبقى انا من هنا ادور دراج اوف شورت ديوريشن. هنا اشهر مجموعه تستخدم هنا اللي هي الزيت كومباوند وبنزودازيبين. طيب او عيان جاي لك بتينيتس والانكزايتي ديس اوردر، استخدمها، استخدم مجموعه البنزودازيبين. الابيليبسي وستينيتس، عيان بابيليبسي وستينيتس اديه البنزودازيبين. السايد افكت بتاعتها يهمني التولرنس والديبندنس والهانج اوفر. ادينا 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط. مستمتع بيها جدا، لكن we have a problem في الـ time management. يعني انا لو انا برسي لو اتكلمت على تنس ممكن اقعد يومين اتنين اتكلم على تنس. وهو محاضرة how كبيرة، to minimize it's ما محاضرة your كبيرة. answer. يعني احنا بس كنا عاوزين لو في اسئله ولا حاجه، لو كان ممكن حضرتك سمرايز بس طب دقيقه انا كده. ممكن اقول التيك هوم مسج وخلاص. يعني اوكي دقيقه، يعني دقيقه كده سمرايز بس طيب في خلاص الاخر مش مشكلة. لو حد عاوز يسال. لكن almost انا لسه بشكر في حضرتك، يعني very nice presentation، بس عشان ما نفقدش الاتنشن بتاعنا. طب خلاص انا هخش على التوك روم. ماشي شكرا. الانتي كونفالسنت بس استخدمها في الايه؟ لو انا عيان خد انتر تمبانيك لودوكاين وتحسن، ابدا بالايه؟ بالانتي كونفالسنت، اكمل بالانتي كونفالسنت في البلاتر والمايكلونس وفي المايكرو فاسكر كومبريشن وفي حالات الميجرين اسوشيتد تنس ادي الانتي كونفالسنت. الترايسيكليك اند ديبريسن دي لو العيان معاه انكزايتي ديس اوردرز او ديبريشن. المجموعه اللي بتستخدم هنا الترايسيكليك اند ديبريسن بيستخدم فيها النور تريبتالين اللي هو الموتيفال في السوق. مجموعه الاس اس ار اي اللي هي بتزود السيروتونين دي بستخدم هنا السيرترالين اللي هو المودابيكس في السوق. المجموعه دي لا تستخدم، اللي هي السيروتونين نور ابيريفرين ريابتيك انهيبيتور لا تستخدم. المجموعه دي ما بتستخدمهاش برضه، اللي هي بتشتغل على الريسبتورز اوف ذا سيروتونين. خلاص خلاص كونكلوجن. خلاص النان فارماكولوجيكال ثيرابي هو بالطريقه ديت اللي هو مش موضوعنا النهارده. التيك هوم مسج، فارماكو ثيرابي از يوز ادجوفنت. في حاجه اسمها الكوكتيل ثيرابي، يعني عين جالك بكرونيك تينيتس ويز او ريزوت ديس اوردرز سيد ديس اوردرز وانت عايز تعالجه، هنا هتديك كوكتيل ثيرابي اللي عباره عن ايه؟ جابا بوتنشيتور اللي هي البنزودازيبين مثلا، او مجموعه الفيجا باترين او اللي هو الفيجا درون في السوق او التيجابين. يبقى انت جابا بوتنشيتور بلس ايه بقى؟ كوكتيل، يبقى انت هتستخدم كذا اور كذا دراج بلس الانتي ديبريسنت. مين في الانتي ديبريسنت؟ النور تريبتالين اللي هو الموتيفال في السوق او السيرترالين ومودابوكس. يبقى الكوكتيل ثيرابي عباره عن جابا بوتنشيتور بنزودازيبين زائد سيرترالين اور نور تريبتالين والميتيفال او المودابيل. ثانك يو. شكرا دكتور اشرف على الفيري نايس برزنتيشن. في الحقيقه يعني كانت محتاجه وقت اكتر من كده، بس يعني اكيد متعوضه. معلش نو تايم فور كويتشن لان في كوفي بريك دلوقتي. ثانك يو فور اول.